في حين أن التحقيقات لا تزال متواصلة للوصول لسبب سقوط طائرتي المصرية التي كانت في رحلة منطلقة من باريس إلى القاهرة، انحصرت الفرضيات بين خلل فني وعمل إرهابي، ولو أن السلطات الفرنسية أكدت أنها لن تستبعد أي فرضية. ومراسلتنا من باريس هدى فتوان أعدت التقرير التالي. الرحلة أم آس 804 تابعة للخطوط الجوية المصرية والمنطلقة من باريس نحو القاهرة لم تكن لتتصدر أخبارها وسائل الإعلام العالمية لو أنها وصلت بسلام، ولكن سقوطها بالقرب من جزيرة كرباتوس اليونانية جعلها حديث الساعة، وهي تحمل على متنها 66 راكبا بحسب معلومات أولية. الحكومة الفرنسية كثفت جهودها للوصول لأسباب الحادث، وجاء على لسان مسؤوليها أن فرضية الإرهاب غير مستبعدة. حينما قرر القاضي الفرنسي المكلف بقضايا الإرهاب فتح تحقيق، هذا التحقيق لم يعلنه قاضي، لم يتولاه قاضي عادي، بل تولاه قاضي مكلف بقضايا الإرهاب، ما يعني أن السلطات الفرنسية ربما بالها يتجه أكثر نحو الفرضية الإرهابية، وهذا ما يبرر قرار كذلك الدرك الفرنسي والمحققون الفرنسيون حينما بدأوا بالتحقيق مع جميع العاملين الذين كانت لهم صلة بالطائرة، سواء ما العاملون في مجال نقل البضائع أو حجز أو التواصل مع المسافرين. وفي الساعات الأولى من صباح اليوم توجه أهالي الضحايا إلى المطار أين وجدت خلية أزمة ودعم نفسي لأهالي الضحايا. طبعا لما جالي الرساله المفروض ان هو كان يوصل مطار القاهره على 3:30، فالرساله جات لي بالظبط الساعه 6:30. طبعا يعني الرساله كانت فجعه بالنسبه لنا، ان الطياره دخلت المجال الجوي المصري وفجاه انقطع الاتصال بيها. فبصراحه انا للثانيه اللي انا واقف مع سيادتك فيها دلوقتي انا مش قادر اوصل لهدف او نتيجه مباشره. امام التهديد الامني لفرنسا لم يستبعد الساسه الفرنسيون ان يكون سبب سقوط الطائره المصريه عمليه ارهابيه، فيما تبقى نتائج التحقيقات هي من سيفصل في ذلك. لقناه النهار هدى فتوان من مطار شاردغول باريس.